لصالح النادي. لصالح النادي. كابتن حمادة، لو حضرتك اتكلمت في نقطة مهمة جدا بالنسبة للعيبة، يعني هسأل حضرتك سؤالين دلوقتي. أول سؤال، تحتاج قد إيه فترة إعداد إن حضرتك ترجع الفرقة تقف على رجليها من أول وجديد؟ الحاجة التانية، اللعيب حضرتك قلت حضرتك وزنت اللعيبة قبل فترة التوقف، المعدل يبقى قد إيه؟ أو ممكن تحصل مشكلة لو اللعيب زايد، يعني 5 كيلو دي تعمل مشكلة، 6 كيلو، 10 كيلو، أنهي رقم فيهم يا كابتن يعمل لك مشكلة مع اللاعب؟ لو 10 كيلو عايز يبطل بقى يعني ياخد وقت طويل، لا اكيد اللعيبه محافظه على نفسها. اكيد في اي حاجه عندنا قلنا الكيلو مثلا ب 5000 جنيه، فهو اكيد عارف لو في اي وقت يلا نتجمع، فكله عامل حسابه على كده بشكل تمام. كبير يعني تمام. النقطه اللي انت بتقول هناخد وقت قد ايه، كل نادي يختلف عن الاخر تمام. انا لو اللعيبه بتاعتي بتنافس البرنامج بتاعي هبتدي من رقم 4، مش هبتدي من الزيرو تمام. فممكن اخد مثلا يعني تبدا من 30% تقريبا او 40% تمام. فممكن اخد مثلا من 4 اسابيع لخمس اسابيع تمام، وممكن خلالها العب ماتشات كمان وديه. نمره 2، اللي انا اول لعيب بيجي بعمل تيست بدني ليه، بشوف على ضوء التيست دوت بشوف هقدر خلال قد ايه اقدر اللعيب ده يلعب بمباريات تمام. فدي بتتوقف على الحاجات ديت، هو بيأدي البرنامج اللي خده بشكل كويس، نمرة 1. نمرة 2، تعمل له تيست بتشوف الأخبار إيه، النفس بتاعه عمل إيه، حتة البدني مهم جدا بالنسبة لنا طبعا تأكيد. بعد كده بتخش بقى في الكورة، ده شايفه من 4-5 أسابيع، تعمل خلالها مثلا 3 ماتشات أو 4 ماتشات ممكن تبقى جاهز، بس مش هتبقى جاهز بنسبة 100%، هتخش بقى برضو الدوري 60-70% بالظبط كده تمام. أهم حاجة أبعد عن حتة الإصابة، يعني ما وصلش لعيب اللي ممكن يتصاب تمام. يعني ما عملش حاجة مكثفة، مش حاجة اسمها مكثف ويقول لك فترة قعد مكثفة صغيرة وبتدي ماتشات بجهد عالي يبذل مجهود بنسبة 100%، أكيد هيصاب طبعا. فأقدر أوصل باللعيب في وقت معين بالنظام اللي أنا ماشي بيه، برنامج معمول من 4-5 أسابيع ممكن يلعب دوري يعني.